ماذا خسر العالم من تأخر المسلمين؟ لم يخسر كثير العالم الإسلامي بالحطات المسلمين، لأنهم انحطوا فلا ينفعون أنفسهم، كيف تريد أن ينفعوا غيرهم؟ ولكن الإسلام اليوم يرجع، غدا الإسلام الغرب سيسلم، لا يوجد بديل للغرب غير الدين الإسلامي، لا يوجد أبدا يقينا. لا يوجد بديل، لا يوجد للغرب. بديل ديني للغرب إلا الإسلام. ليه؟ لماذا؟ لأن المسيحية استنفدت جميع صورها. نيتشه يقول نحن استنفدنا جميع صور المسيح من أشدها تدينين، أشدها كذا. قبل 30 سنة في فرنسا كانوا يحولوا الكنائس إلى مراقص لجلب الشباب، ما ينفع الآن. لا يمكن أن يرجعوا إلى المسيحية، لا يمكن أن يصبحوا يهود، اليهود لن يقبلوا لهم، ليس أمامهم إلا الإسلام. واليوم نحن حجاب الإسلام، المسلمون، الدواعش، وكل ما خرابنا هو الذي يمنعوا يصدهم. وكثير منهم ممن جاءوا الإسلام قالوا الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل المسلمين. فإذا أنا لا أشك أن الإسلام سينتشر، الآن ينتشر.